أولا الخروج اليوم من أجل استكمال مهام الثورة، الخروج اليوم من أجل إتمام عملية السلام والاهتمام بمعاش الناس ومحاسبة القتلة والمجرمين من بغاء النظام البائد الذين ما زالوا في كوفر من دون أن يتم تقديمهم من أي محاكمات. والله طلعنا لحيات واضحة ومحددة جدا، المسار بتاع الثورة ده يجب أن يصحح بناء على شيء الناس دي كلها مضت عليه، العقبة الواضحة جدا ومحددة وجود العساكر، ولا في حاجة اسمها شراكة ولا هم عملوا على أساس شراكة، عملوا على أساس تغويض مسار الثورة.